بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل مقرر دراسات في مجال الهندسة الإنشائية Studies in the Field of Structural Engineering. بنستكمل شابتر 4، الموضوع اللي هو عنوانه Symmetry. أخذنا في الموضوع 7 محاضرات، ودي المحاضرة رقم 8، التاريخ 15 يونيو 2020. وطبعا المحاضرة الثامنة يكون يعني اسمها بارت اتش. وطبعا احنا في بارت اتش كان بقى لنا نوعين من السيمتري، هما 5، خلصنا 3، بقي نوعين. النوعين اللي باقيين اللي هما النوع الرابع والنوع الخامس. النوع الرابع بيسمى سايكليك سيمتري، واحيان اخرى بنقول عليه راديال، واحيان تانية بنقول عليه روتيشنال. وده هيبان طبعا، لان هو في النوع ده يعني احنا ايه، بيبقى فيه سيركل وليها سنتر، وفي محور بيمر بالسنتر، وبيبقى فيه دايما دوران يعني او روتيشن حوالين السنتر. النوع الخامس اللي هو الريبيتيتيف، يعني في تكرار. هما النوعين فيهم تكرار، بس زي ما هنشوف في نوع منهم بيكون التكرار لو انا ماشي في خط يعني، وبنقول عليه لينير. انما النوع السايكليك بيبقى واضح زي ما احنا سميناه، بيبقى انا ماشي بشكل ايه، راديال وكده يعني. ده يمكن الفرق، لكن ده في ريبيت وده في ريبيت، الاثنين فيهم تكرار. وطبعا التكرار بيختلف عن اللي هو الاكستروجن، اللي هو المسح، او يعني النوع اللي هو اخرناه قبل كده 3، اللي هو الاكسيال ايه سيمتري. هيبان طبعا من المسائل وكده يعني. النوع الرابع اللي هو السايكليك، زي ما قلت يعني سايكليك دايما يعني، مجرد ما اسمع كلمة سايكليك يبقى دايما ايه، يبقى حاطط في ذهني ان في سيركل، في ايه، في دايرة وكده، والدايرة ليها سنتر، والسنتر ممكن يمر بمحور، والاجزاء بتاعت المسألة بتلف حوالين المحور وكده. فبيبقى في المسألة عندي فيه يونت بيكرر نفسه، يونت بيكرر نفسه. يمكن ده واضح في الرسم اللي قدامنا، ان انا عندي في بليد، في ريشة زي الريش بتاعت المروحة وكده، وفي بيس اللي هو لونه اخضر ده ماسك الريش. كل ريشة لها نصيب من البيس، يعني لها جزء كده، اللي هو الجزء اللي قدامنا في الصورة اللي متحدد بالحدود السوداء وكده. ده عبارة عن فاندامنتال بارت، يعني هتحس ان في عندي بقى عدد كبير يعني من الريش، وكل ريشة طبعا ليها جزء يخصها من البيس، والمجموعة كلها طبعا لو بصيت بتلف حوالين ايه، بوينت اللي هي السنتر بتاع الايه، الدايره. انا يعني عملنا هنا كده، حطينا في السنتر، حطينا السنتر بتاع الدايره ده السنتر. فهتحس كده كأن في هنا اكسس، الاكسس ده عمودي على المساله، يعني عمودي على المساله. وطبعا الاكسس ده بيعدي الناحيه التانية وكده مكمل يعني. فعندنا الكل بيلف حوالين محور، المحور ده بيمر بالسنتر بتاع الدايرة اللي احنا بنلف حواليها. الريشة زائد الجزء من البيس بيتكرر، بيبقى فيه ريبيت، والريبيت بيبقى ليه انترفال، يعني زي مثلا مسافة، مثلا زي زاوية لو احنا شغالين طبعا راديال وكده وبنلف على المحيط. فبيبقى عندنا هنا ايه، عندنا دي ثيتا يعني الانترفال، عندي انترفال زي مثلا خطوة لو انا ماشي في خط مستقيم مثلا، فبيبقى لي خطوة، لكن الخطوة دي بتبقى ريجولار يعني ايه، منتظمة. فتحس فعلا ان في تكرار، والتكرار ليه انترفال، ليه قفزة بزاوية.
يعني عندي مثلا 360 درجة اللي هو اللفة الكاملة اللي هي المحيط، بقسمها على عدد ان اللي هو سي عدد الاليمنتس اللي هي الريشة مع جزء البيس اللي يخصها، فبيديك قيمة الانترفال. بس الانترفال هنا بتطلع لك بقى بالايه، بزاوية اللي احنا هنسميها يعني انجل اوف ايه، انجل اوف روتيشن، يعني الزاوية اللي انت بتلف ايه، بتلف بيها وكده. يعني ده زي ما قلنا الموضوع كله في روتيشن، في سيركل وبنلف حواليها وكده يعني. والان ده اللي هو عدد الاليمنتس اللي هي بتكون المسألة وكده يعني. وطبعا الفلسفة السايكليك سيمتري ده ان انا في الاخر اخد قطعة واحدة اللي هي سي مثلا اللي هي متحددة باللون الاسود، القطعة ديت اخرجها بره واحلها لوحدها. بس طبعا هي مش منفصلة، ده هي متصلة مع الباقي عند البيس، فطبعا بحط باوندري كونديشنز على اساس احقق طبيعة الاتصال اللي بينها وبين اخواتها وكده يعني. النوع الثاني بقى ده خلاص راديال او روتيشنال في سيركل. النوع الثاني بقى اللي هو اللينير، يعني هنا واضح ان احنا في النوع الثاني في الرسم الثاني اللي على اليمين ان احنا بنتحرك في اتجاه خط بقى، مش بنتحرك في على محيط دايره كده حركه دائريه وبعمل دورات او لفات سايكلز يعني، لا ده انا هنا ماشي في خط مستقيم. لكن بلاقي ايه، بلاقي عندي في تكرار ايضا. يعني لو انت اخدت قطعه مثلا من القطع اللي عندك من السنتر للسنتر مثلا، هتلاقي من السنتر للسنتر في قطعه، وبعدين من السنتر اللي بعديه في قطعه تانية وقطعه ثالثه وقطعه رابعه وخمسه وهكذا، في تكرار في تكرار. وهنا ايضا في انترفال، يعني في هي الخطوه يعني او الفتره او المسافه او الـ يعني القفزه نفسها ليها يعني، واحد بيقفز قفزات يعني ورا بعضيها كده، بين القفزه والقفزه قيمه ثابته. زي مثلا هنقول هنا ماشي في الاتجاه الافقي ففي دي اكس مثلا، ويبقى ديت هي عباره عن الايه، الانترفال. هنا الانترفال هنا ايه، مسافه، لكن طبعا برضو بتكون ايه، ريجولار، يعني هتحس ان ايه، يعني الكل ماشي بنفس الخطوه بنفس الايه، بيكرر نفسه بطريقه ثابته او بانتظام. يعني واحد منهم بيكرر نفسه في اتجاه لينير، واحد تاني بيكرر نفسه في اتجاه راديال، بيلف على المحيط حوالين السنتر بتاع الدايره وكده. الهواء بيلف على الدائري ده بنسميه سايكليك، واللي بيمشي في اتجاه خط ده بنسميه ريبيتيتيف. لكن الاثنين فيهم تكرار، فيهم تكرار. وهنا برضو في نقطه يعني ناخد بالنا منها، ايه الفرق بين النوع ده والنوع اللي فات اللي هو كان لو تفتكروا كان رقم ثلاثة اللي هو ايه، الاكسيال. تعال نشوف الفرق كده. خلينا في المثال الثاني ده اللي هو الريبيتيتيف، اللي هو بيحصل ريبليكيشن او ريبيتيشن في اتجاه لينير وكده. لو انا اخدت مثلا سطح، مثلا سي هاخد السطح ده اللي هو السطح الجانبي بتاع الرسمة اللي هي على اليمين، هاخد السطح ده اللي انا هشرته باللون البنفسجي، هاخد الاريا ديت واسميها مثلا A B C D. الاريا ديت هاخدها بره كده لوحدها، وبعدين هتخيل ان انا هعمل لها اكستروجن لينير، هعمل لها ان هي تكنس كده او تمسح في الفراغ بطريقه لينير. فطبعا هي انا خدت الكروس سيكشن اهوت اللي هو الاي والبي والسي والدي، وبرضه هقشره بنفس اللون عشان يبقى هو نفسي يعني، ما حدش يعني يعترض علينا. وبعدين هعمل بقى يعني ايه، بوشنج كده، هدفع الاريا ديت في اتجاه خط، فبتمسح او بتكنس او بتقش في الفراغ فوليوم، بتعمل فوليوم. فهي فعلا لو اتحركت في الاتجاه الثالث، لو اتحركت في الاتجاه الثالث ف هتعمل ايه، فوليوم. وانا همشي طبعا والطريق بتاعي مفتوح،
مفيش حاجة بتحوشني غير ان انا بعد شوية هقف، عشان طبعا يعني الدنيا مفتوحة، انا ماشي في خط مستقيم فيبقى ماشي ايه لينير، وعندي فرصة ان انا امشي ايه لما لا نهاية. فمن هنا بنقول عليه ايه، بنقول عليه ان الاجراء ده ايه كونتينيوس، اجراء متصل او مستمر، اللي هو كان الاكستروجن. الاكستروجن اللي هو ان زي ما قلنا بيبقى عندك ماتيريال عامل لها اسطمبه مثلا فيها فتحه على شكل رباعي اللي هو الاي بي سي، وبعدين بتدفع الماتيريال من الفتحه فبتعمل لك ايه بادي اللي هو كان بيكون مساله. لو تفتكروا من زمان كنا بنسميها ايه البلين سترين، كنا بنسمي المساله ديت اللي هي ناتجه من الاكسوتروجن بنسميها البلين سترين بروبلم وكده. فده الجسم اتكون واضح هنا، طالما ده اكسيتروجن يبقى الجسم ده مش هيطلع اللي فوق، مش هيطلع الجسم اللي فوق دوت مش هيطلع زي ليه؟ لان اللي فوق ده فيه فراغات فيه فتحات، لكن ده المسطح اي بي سي دي ده ماشي بيمسح ما بيفوتش. فبالتالي لو هو مشي بالطريقه ديت يبقى الفتحات مش هتتكون. اذا النوع اللي فوق ده ما ينفعش يشتغل بالاكستروجن بسبب الفتحات، يبقى لازم يشتغل بطريقه تانية، وهي ايه؟ ان هو بالريبليكيت بقى او الريبليكيشن اللي هو القفزات او التكرار، ويبقى في انترفال في يعني مسافه او زاويه يعني بيكرر نفسه كل مسافه او كل زاويه، وبيكرر نفسه بانتظام، بيكرر نفسه بانتظام. فلو مش عدل يبقى ريبيتيتيف، ولو مش راديال يبقى سايكليك. نفس القصه لو انا اخدت مثلا سي مثلا، هتخيل ان انا عندي محاور مثلا، محور كده ومحور تاني، وده ده 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 بلان، يعني هعمل هنا بلان وفي هنا سنتر مثلا، النقطة التقاء المحورين دول السنتر، وهعتبر ده اكس وده واي، ومحور زد عمودي على المسألة. وهتخيل ان انا جيت هنا حطيت خط مثلا كده على محور اكس، والخط ده لاين، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن لاين، جبت لاين كده وحطيته على محور اكس وسميت اللاين دوت اي بي. وبعدين انا قلت لللاين ده انا هلفك 360 درجة حوالين مين بقى؟ حوالين محور ثالث اللي هو عمودي على الورقة اللي هو محور زد. فطبعا اللي هيحصل ايه؟ احنا قلنا في الاكسيتروجن ان اللاين لما اجي اعمل اكسيتروجن اللاين بيديني ايه؟ بيديني سيرفيس. اللاين هيولد لي ايه؟ سطح، هيكنس او يمسح ايه؟ سطح. يبقى ده اللي هو الايه الاكستروشن. يبقى في الاكستروشن اللاين بيعمل ايه؟ سطح. ففعلا انا لو لفيت، حتى بلاش الف ال 360 درجه، لو انا لفيت ال 90 درجه هلاقي ايه؟ يتكون ربع الشكل، ربع الايه الشكل. وبعدين يقوم الخط ايه بي يوصل هنا يبقى راسي، وبعدين هكمل تاني كده ربع دايرة كمان أو 90 درجة كمان، يقوم إيه الشكل يمشي كده، والخط إيه بي هنا يجي يبقى إيه؟ يبقى أفقي، وأكمل لغاية ما أقفل الدايرة عند الإيه؟ ال 360 إيه درجة. أنا بس يعني إيه بقرب الأمور، يعني دي 90 وبعدين 180 270 360 وكده يعني. فهنا بقى تلاقي إيه نتيجة الإكستروجن؟ هتلاقي الـ كل ده مقفول، يعني إيه؟ كأنه يعني مفيش فراغات، مفيش فجوات، مفيش قفزات، ده في اتصال، ده البروسيس، ده الاجراء ده كونتينيوس، يعني بيمسح بيكنس بيقش كده. فده الشكل ده مختلف عن الحلقة اللي فوق اللي راكب فيها ريش، لا ده الريش بينها وبين بعضها فراغ. فده مش اكسيتروجن. الاكسيتروجن ما بيتركش ايه فراغات، هو حاجه كده متصله بتمسح بتكنس بتقش.
فطبعا الاكستروجين ده خلاص احنا عديناه ومر علينا المره اللي فاتت، وده بيعمل بقى ايه قصه تانية او مسائل تانية زي مسائل السيرفيسز اوف ريفوليوشن زي البلين سترين وكده، لكن هو اجراء مختلف شويه عن الريبليكيشن او الايه اللي هو فيه ريبيت وكده يعني. فاحنا طبعا يعني كنا قلنا يعني المره اللي فاتت على اساس ان احنا نفهم الثلاث انواع المتبقيين من السيمتري. طبعا احنا عندنا السيمتري ليه 5 انواع. النوع الاولاني اللي هو الريفلكتيف اللي هو الانعكاس او الميرور، والنوع الثاني اللي هو كان السكيو او الانتي سيمتري اللي هو بيبقى ايه معكوس يعني مقلوب يعني. النوعين دول خلاص، انما كان في بقى 3 انواع تانيين اللي هم بقى ايه الاكسيال سيمتري اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت، والنوع الرابع اللي هو السايكليك، والنوع الخامس اللي هو الريبيتيتيف. الثلاث انواع الاخاره دول كنا قلنا ان هم عشان نفهمهم محتاجين ان احنا يعني نتعرف على تو بروسيسز، يعني على اجرائين. التو بروسيسز دول احنا قلناهم قبل كده، يعني الاجراء الاولاني اللي هو الاكستروجين، وده خلاص فهمناه كويس، ويعني ده كان يعني ليه شكلين اللي هم الاكسيال سيمتري والمسائل لو انا بعمل اكستروجين راديال، لو انا بعمل اكستروجين راديال يعني هو في منه راديال اللي هو الاكسيال سيمتري، وكان بيديني اللي هو ايه من امثله السطوح الدورانيه، وكان برضو في نوع تاني اللي هو ايه لينير، وكان بيديني مساله ايه البلين ايه سترين وكده يعني. الاكستروجين دوت يعني بس اللي لازم تحطه في ذهنك وما تنساهوش ان هو ايه تيز ايه كونتينوس بروسيس، يعني دي صفة مهمة فيه ان هو مستمر متصل، يعني كأن في عجينة بتتحرك من خلال فوهة كده، وانت بتدفع العجينة او الماتيريال وواحد بيسحبها من الناحية التانية وخلاص، يعني كأنه بيسحب حبل والحبل متصل ما بيتقطعش الا اذا انت بقى اللي قطعت او قطعت الحبل ايه الاجزاء. فIt is a continuous process بروسيس. طب ايه الهدف من الكونتينوس بروسيس ده؟ يبقى تو كرييت، يبقى الهدف ان انا ايه اخلق، تو كرييت اوبجكتس انك تخلق اشياء، الاشياء ديت ليها فيكسد ايه كروس، ليها فيكسد كروس سيكشن، يعني ليها فيكسد اوبجكتس اوف a fixed of a fixed cross sectional profile، يعني لها قطاع ثابت، لها قطاع ثابت لأن الفتحة اللي هي الفوهة اللي في الاسطمبة زي ما قلنا لها كروس سيكشن، والماتيريال كلها بتعدي من الكروس سيكشن. لو تفتكروا كنا بنعمل كده زي اسطمبة، وكان بيبقى عندي فيه هوبر كده عبارة عن قمع، القمع ده بستخدمه ان انا بعمل فيدنج للماتيريال، الماتيريال بتنزل من القمع، بيبقى مثلا سي عندي الاسطمبة فيها فتحة دائرية، يبقى الكروس سيكشن عندي هو عبارة عن الفتحة الدائرية، الماتيريال بتنزل تحت بتديني جسم، الجسم ده ممتد وبيبقى لي فيكسد كروس سيكشن كروس سيكشنال بروفايل اللي هو في الحالة دي هيطلع دايرة، والجسم هيطلع ايه اسطواني وكده. ده اللي هو الايه
اللي هو تعريف الاكسيتروجين. يبقى الاكسيتروجين بقى سواء كان راديال او لينير هو كونتينوس بروسيس، الهدف منه ان انا اخلق اشياء ليها ايه كونستانت ايه او فيكسد كروس سيكشن، كروس ايه سيكشن. النوع الثاني بقى اللي هو البروسيس الثاني اللي هو الريبليكيشن، البروسيس الاخر اللي هو المقابل للاكسيتروجين اللي هو الايه الريبليكيشن. والريبليكيشن بقى هيبقى مختلف عن الاكسيتروجين في ان هو مش كونتينيوس. لا، هنا بقى في ايه، بيبقى في وانت بتخرج الجسم او بتنتج او بتخلق الجسم بيبقى في عندك بقى ايه ريجولار ايه انترفال. في هنا بقى ايه، في فتره في سكوت كده، في يعني فاصل، في يعني جاب كده. يعني لو انت مثلا شغال راديال، مثلا راديال يبقى عندك ثيتا، عندك ثيتا دي اللي هي الايه الانترفال بتاعك، هي عباره عن الايه عن الزاويه ثيتا بالدرجه. ولو انت شغال لينير فعلى حسب بقى، يعني لو انت شغال في اتجاه اكس مثلا يبقى عندك ايه دي اكس مثلا، دلتا اكس. لو انت شغال مثلا في اتجاه واي، حسب بقى اتجاه انت ماشي افقي ولا ماشي راسي، فبيبقى عندك ايه انترفال بين الايه الواحد والتاني في مسافه مثلا، او بين الواحد والتاني في زاوية. يعني هو شيء بيكرر نفسه كل زاوية، او بيكرر نفسه كل دلتا اكس، او كل ايه دلتا واي، او كل دلتا زد سيان، يعني على حسب الاتجاه ايه الاتجاه الحركة. ده بالنسبة للريبليكيشن. طبعا الريبليكيشن يعني لو احنا بقى عاوزين نعرفه زي ما عرفنا الاكسيتروجين، فنقول بقى ايه it is ايه في الحالة ديت repeated it is a repeated activity. يعني هو شيء في ايه في تكرار، يعني في تكرار. حته بقى ان هو كونتينيوس ومتصل، لا هنا في انترفال زي ما قلت، كلمه انترفال دي مهمه في الموضوع، بس الانترفال لازم تكون ريجولار، يعني بانتظام، يعني مثلا بيغير نفسه او بيكرر نفسه كل 20 درجه مثلا، او بيكرر نفسه افقي مثلا كل مثلا 5 متر مثلا، زي ما تكون بتعمل اعمده وكل 5 متر تكرر الاعمده، تعمل نفس العمود وكده يعني. انما لو راديال يبقى كل ايه كل زاويه. فالراديال ده خلاص طالما في بقى زاويه ودايره وسنتر ودوران، ففي الحاله دي سموه ايه، سموه النوع ده سموه سايكليك. وهو سايكليك معناه بيلف بيدور بيتحرك راديال زي ما قلت، وفي خاصيه الايه الروتيشن، فبالتالي ممكن نقول عليه ايه روتيشنال، ممكن نقول عليه روتيشنال. انما طبعا اللينير ده وضعه اختلف شويه، ان هو ماشي في سكه عادله فبيكرر نفسه، فده بقى ما نقدرش نقول عليه سايكليك، لانه ما بيلفش، ده ماشي عادل في خط ايه مستقيم، فبنقول عليه ايه خلاص هو كده كده بيكرر نفسه. لكن يعني اللي بيكرر نفسه في وهو بيدور سميناه سايكليك، انما اللي بيكرر نفسه وهو ماشي عادل فسميناه ايه ريبيتيتيف، سميناه ريبيتيتيف. ده النوع بقى الرابع والنوع الخامس، ودول اللي كانوا باقيين. وواضح طبعا كان عشان ندرسهم كان لازم نتعرض بقى للبروسيس الثاني اللي هو الايه الريبليكيشن. انما البروسيس الاولاني اللي هو الاكسيتروجين ده كان بيديني جسمه متصل بقى سواء كان راديال او كان لينير. وطبعا يعني ساعات بنسمي الاسطمبه اللي فيها الفوهه اللي انا بستخدمها عشان اطلع منها الجسم اللي هو الاكسيتروديد، فبنسمي الجزئيه دي بنسميها اكسيترودر. ده اللي ايه اللي هو بيقوم بال او بيسهل عمليه ايه الاكسيتروجين.
وطبعا زي ما احنا شايفين يعني، او يعني قلنا كتير يعني مرارا وتكرارا يعني، ان الجسم اللي بيبقى ناتج بيبقى ايه، بيبقى كونتينيوس يعني ماشي مستمر معايا يعني، لغايه ما انا اللي اقرر بقى ان انا اقول ايه اتوقف وبعدين استكمل تاني وكده يعني. الميزه برضو في النوع بتاع الاكستروجين دوت، ان انت بتقدر تلعب في الكروس سيكشن يعني، يعني انت كل اللي بتعمله بس هو الكروس سيكشن، ما فيش حاجه غير كده يعني. فبالتالي انا ممكن بقى ايه يعني، ممكن تو كرييت بقى ايه، يبقى عندي امكانيه تو كرييت فيري ايه يعني، ممكن اطلع اشكال بقى ايه معقده بس بتغيير الكروس سيكشن فقط، فيري كومبلكس، فيري كومبلكس ايه كروس كروس سيكشنز. وطبعا احنا قلنا برضو من مميزات الشكل اللي بيطلع ان الكروس سيكشن بتاعه بيبقى ايه ثابت، وانا اوريدي من الاول انا اللي محدد الكروس سيكشن عن طريق الفراغ اللي انا عامله في الاسطمبة او في الاكسترودر وكده يعني. طبعا احنا ممكن يعني دلوقتي ندي مثال بسيط كده يوضح الريبليكيشن يعني، الموضوع بسيط يعني. زي ما قلت انا عندي ريبليكيشن، عندي اجراء اسمه ريبليكيشن، وطبعا ريبليكيشن زي ما قلت يعني دايما يبقى الامر فيه ايه ريبيت، الامر بيبقى فيه فكرة او فلسفة الريبيت، والكلام ده بيتم من خلال الامر جوه البرنامج اللي هو اسمه ايه ريبلي ريبليكيت. ريبليكيت زي ما قلت الريبليكيت ده بيبقى لينير لينير، وحتى في البرنامج كده بيسألك يعني لما تروح تنفذ الامر ريبليكيت بيقول لك، بيديك اوبشن يقول لك بتختار انت نوع الريبليكيت، هل هو لينير ولا بتروح تختار الريبليكيت اللي هو الايه اللي هو الراديال. وطبعا لما بتروح لكل نوع من النوعين دول بيسألك بقى، لو هو لينير بيقول لك اديني بقى يا اما الدلتا اكس يا اما الدلتا واي، وممكن يقول لك اديني الدلتا اكس والدلتا واي، يعمل لك ريبليكيت في يعني، يتنطط في اكس وواي مع بعض يعني. ولو انت بتقول له بقى اعمل لي ريبليكيت راديال هيقول لك اديني ايه الزاوية وكده، يقول لك ايه الدلتا سيتا مثلا. وطبعا هيسألك عن العدد برضو يعني، هو كم مرة والمرة الواحدة ايه بزاوية كام، والتاني برضو بيسألك هيمشي كم مرة او يكرر نفسه كم مرة، وكل مرة ايه والانترفال بتاع الريجولار انترفال قيمتها كام وكده. فانا هتخيل ان انا هاخد مسألة بسيطة كده، افترض ان انا عندي ايه كاكزامبل يعني، عندي كاكزامبل مسألة بسيطة، عندي شكل كده عبارة عن شكل خماسي مثلا يعني، قطعة كده من الورق مسطح سطح يعني اريا او سيرفيس، يعني عشان بس يبقى ايه اريا، عبارة عن اريا، والاريا ديت انا عاوز اعمل لها ريبليكيت مرة لينير مرة لينير، وارجع اعملها تاني ايه مرة ايه راديال، يعني عاوز اكرر شيء والشيء ده شكله على شكل خماسي وسطح يعني خماسي، وعاوز ايه اكرره. فانا بالنسبة للينير عادي، انا ممكن افترض ان في خط مستقيم مثلا وانا هتحرك في على الخط، فانا رسمت خط اهوت، وبعدين هبتدي احط اول شكل خماسي، وبعدين ابدا ايه اعمل التكرار. بس طبعا هو بيسالني الدلتا اكس، فانا اديت له الدلتا اكس بحيث ان انا لما هكون الاجزاء اللي بعد كده خلينا نعملها بلون تاني يعني، الاسمر ده هو الاساس، وبعد كده هكمل الباقي بلون ازرق مثلا، ده التاني وده التالت وده الرابع والخامس، وانا ماشي بقى كده ايه اقطع بقى، لان العملية ايه مكملة مش واقفة، فخلاص انا وقفت، فانا اخدت ده رقم 2 وده رقم 3 وده 4 وده 5
وستة وسبعة وانت ماشي كده. انا اديت له الانترفال اللي هي الريجولار انترفال، اديتها له مثلا اللي هي الدلتا اكس، اديتها له بحيث لما جيت احط رقم اتنين لقيته تانجنت مع رقم واحد، وتلاتة مع اتنين، واربعة مع تلاتة، وهكذا. فده واضح ان هو لينير ريبيت ريبيتيتيف بقى، ده اللي هو الايه اللي هو الريبيتيتيف ريبيتيتيف سيمتري، ان هو في شيء بيكرر نفسه، بحيث انا لو اخدت الاليمنت رقم واحد ده وشلته كده حطيته فوق اتنين الاقيهم ايدنتيكال زي بعض طبق الاصل. لو لميتهم كلهم وحطيتهم فوق بعضهم هيبانهم كانهم واحد، اللي هو الايه الاصل اللي انا يعني ابتديت بيه وكده. يعني في احيان اخرى ممكن واحد تاني يقول لا، انا هكبر الدلتا اكس شوية اللي هي بين العناصر وبعضها البعض. فانا طبعا برضو نفس القصة، ده اول عنصر اهو الخماسي الاول، وبعدين لما جيت احط تاني عنصر بقى مع المسافة دلتا اكس الجديدة، فلقيته ايه بعد عنه شوية، وبعدين التالت بعد عن التاني، والرابع بعد عن التالت، وهكذا. وبعدين هقطع عشان ايه الامور مستمرة، فده التالت وده ايه الرابع. هنا بقى الدلتا اكس كبرت شوية، فلما كبرت اتكون بين الجسمين ايه بين الجسمين هنا ايه جاب. وطبعا كان في الاول في المساله الاولانيه جاب ايضا بس بزيرو، يبقى الجاب دايما هتبقى اكبر من او تساوي ايه زيرو. ولو هي بزيرو يبقوا تاتش، ولو هي اكبر يبقى في بينهم وبين بعض مسافه. وده يمكن بيفكرني زمان بالكونتيجوس بايلز، فاكرين البايلز اللي هي الكونتيجوس، فاما كانت تبقى تانجنت كده البايلز بتبقى متماسه، وممكن البايلز كان يبقى في بينها وبين بعضها ايه فراغات اللي هي تبقى ايه في تباعد، يعني في جاب اتكون. انما في المسألة الأولانية هنا الجاب بيساوي ايه صفر، هنا الجاب اكبر من الايه اكبر من الصفر. فنفس القصة، ما هو البايلز دي تعتبر ريبيتيتيف، تعتبر حاجة ايه ريبيتيتيف، شيء بيتكرر بانترفال، والانترفال دي زي ما قلت ريجولار في بانتظام، يعني القفزة منتظمة وكده. طبعا النوع ده ما ينفعش اقول عليه اكسيتروجن او اقول عليه اكسيتروجن، يعني انا لو جبت نفس الشكل الخماسي دوت، لو جبت الشكل الخماسي وقلت ان انا هطبق عليه بقى فلسفة الاكسيتروجن، فلسفة الايه الاكسيتروجين، ده الشكل الخماسي. هو طبعا لو انا ببص له كده، لو انا ببص للشكل ده في السايد فيو، يعني لو انا ببص له انا في السايد فيو، يعني هو قدامي دلوقتي اليفيجن، لكن انا لو بصيت له في السايد فيو وسميت ديت ايه وديت بي وديت سي وديت دي وديت اي، لو انا بصيت في السايد فيو هشوف الاسقاط بتاع الشكل ده عبارة عن خط رأسي، خط ايه رأسي، ده هيبقى الخط الايه الرأسي، خط بالشكل ده كده هتقله شوية، ده خط رأسي، ده اسقاط مين، اسقاط الشكل. بس طبعا على اساس ان هو اريا والسمك بتاعه صغير فهيبان في الناحية التانية خط، بس طبعا هيبقى هنا نقطة ايه وهنا نقطة سي سي و اي فوق بعض، وهتيجي هنا نقطة ايه بي و دي فوق بعض. طيب لو انا قلت بقى للخط ده امشي امشي في اتجاه خط ايه مستقيم كده، يعني امشي في الاتجاه ده، امشي يعني ايه، يعني اعمل اكستروجن. يعني انا في الحالة دي بقى هقول له ايه امشي اكنس، يعني امسح، يعني احنا قلنا دايما اكستروجن ممكن نقول عليها ايه سويب، وسويب معناها يكنس، فهو ماشي بيكنس اللي قدامه. فالخط ده لو كنس اللي قدامه هيعمل ايه، هيرسم في المستوى بين الخطين اللي لونهم اصفر، هيرسم مسطح، هيرسم بين الخطين سطح، سطح السطح ده هيبقى بالظبط كده، ده السطح. وهنا الفعل هنا زي ما قلنا
كونتينوس بروسيس. رسم هنا سطح يعني عادل، يعني تحس من فوق خط يعني ومن تحت يعني عادل، ما فيش بقى القصة اللي هي ايه اللي كانت موجودة قبل كده، ما فيش عندي بقى حتة ان هو يبقى شكله خماسي. ليه؟ لانه هنا بيمسح، هنا متصل الفعل متصل، انما التاني كان الفعل ايه كأنه متقطع، يعني ايه بياخد صورة وبعدين فاصل وبعدين ياخد صورة زي المكنة بتاعت التصوير كده، يعني ايه بتعمل كابيز يعني نسخ، يعني بين النسخة والنسخة في فراغ صغير او فاصل في الوقت وكده، فبتلاقي ايه نسخ متشابهة ايدنتيكال لكن بينها وبين بعضها في انترفال، والانترفال ده بيكون ايه ريجولار وكده. فطبعا واضح الفرق بين الاكستروجن وبين الريبليكيت. خلينا بقى مع الريبليكيت، والريبليكيت قلنا لينير وشرحنا رسمه للينير، يعني ايه النوع اللينير، عملنا له مثال، وسواء كان في جاب بقى بزيرو او الجاب اكبر من الايه الزيرو. طيب لو انا عاوز اعمل نفس المسألة بس راديال بقى، فلو عاوز اعمل نفس المسألة راديال، فتخيل ان انا هرسم مثلا ربع دايرة وهرجع ارسمها مرة ايه تانية، وطبعا يعني ده المحور المحاور بتاع الدايرة بتاعت ربع الدايرة، وبعدين ده السنتر وده السنتر. في مرة من المرات هرسم انا الشكل الخماسي، طبعا هيبقى هنا مثلا كده ده الشكل الخماسي، وبعدين هيبدأ يكرر نفسه. طبعا لو هو بقى متصل يبقى ده الاشكال الخماسية، لو هي متصلة يعني ما فيش بينها جاب نتيجة التكرار ما فيش جاب، هقطع طبعا عشان ما الوقت وكده. ده يبقى هنا الجاب ايه، يبقى هنا الجاب هنا الجاب بكام، بتساوي ايه، بتساوي صفر. في بعض الاحيان ممكن لا يعني اعمل ده شكل اهوت، وبعدين هنا بقى في جاب ما بين الاجزاء لان الانترفال وسعت شوية اللي هي السيتا، بقى انا هنا كبرت الايه الزاوية، يعني لو انا باخد من السنتر كده ومن السنتر الثاني كده، يبقى ديت عباره عن الايه، دي عباره عن الزاويه ايه ثيتا بالدرجه. فطبعا هنا على حسب بقى الزاويه وابعاد الاليمنت نفسه، فممكن يبقى في بينهم فراغ وممكن ما يبقاش في فراغ، هنا في جاب اكبر من الايه من الصفر. فدول النوعين بس، تحس ايه ان هنا انت بقى في دايره وليها ايه، ليها نص قطر ار، لها نص قطر ار، وليها ايه، وليها سنتر، وليها سنتر، وانا بتخيل ان اللي قدامي ده عبارة عن بلان، يعني المسألتين دول كده عبارة عن بلان، دول عبارة عن بلانز يعني حاجات افقية، وانا جايب قطع كده على شكل خماسي وبكررها. فعلى حسب بقى الانترفال اللي هي الريجولار المنتظمة اللي بين القطعة والقطعة، ممكن الانترفال تسمح بانهم يبقوا تاتش تانجنت، وممكن الانترفال تبقى ايه زاوية كبيرة شوية، ففي الحالة ديت ايه ممكن يبقوا ايه بينهم وبين بعض ايه مسافات، لكن ده بيقفز وده بيقفز، ده بيكرر نفسه. التكرار معناه ان في حاجة بتكرر نفسها، يعني ايه بتكرر نفسها، يعني الجديد زي القديم، الاولاني زي التاني زي التالت زي الرابع، في تطابق في الاشكال والاحمال وكل حاجة، بس هي الفكرة انك بتكرر بقى بزوايا او بمسافات، زوايا كبيرة يبقى في بينهم جاب، زوايا صغيرة يبقى ما فيش جاب، وكذلك ايه المسافات. ويبقى هو ده النوع الثاني اللي هو ايه الراديال اللي احنا بنقول عليه بقى ايه سايكليك، وهنا زي ما قلت سايكليك جاي من ايه من سايكل، جاي من سايكل، يبقى سايكليك جاي من سايكل، سايكل معناها زي ما قلت ان يبقى في عندنا ايه سيركل، عندنا سيركل ويبقى في عندنا ايه روتيشن، وشغال انا ايه النوع اللي هو ايه النوع اللي هو الايه الراديال. فخلاص يعني ما ننساش ان ايه ان سايكليك يعني
يعني ممكن نقول كده يعني ايه، يعني حاجة بتتحرك moving in cycles، in a cycles cy in cycles at moving in cycles at regular. مهم جدا بقى الحتة دي regular ايه intervals. الانترفالز هنا هتقاس بالايه بالزوايا، والزوايا هتبقى بانتظام يعني كل 20 درجة كل 30 درجة حسب. واخري اخري في الاخر خالص هو ايه، هو 360، لان هنا في سيركل فانا بقسم 360 على ان، فبقدر بقى احدد الزاوية وعدد القطع وعدد ايه القطع. ويعني احنا ممكن نقرب الموضوع شوية، ان احنا يعني ايه نفترض ان عندنا مثلا دايرة، دايرة بالشكل دوت، والدايرة ليها سنتر، ليها سنتر، فاللي لونه اسود ده عبارة عن خط، عبارة عن سيركل. ولو انا هشرت المسألة، لو هشرت المسألة فيبقى دي عبارة عن الدايرة، عبارة عن ايه يعني الاول هنقول على السيركل ديت عبارة عن هوريزونتال، هوريزونتال ايه لاين مثلا، او هوريزونتال سيركولار لاين، خط دائري افقي. والاخضر دوت هيبقى يعني لو هسمي الاخضر هسميه هوريزونتال بلين، مستوى ايه افقي، لكن مستوى على شكل دائري، مستوى على شكل ايه دائري. وهطلع عمودي على المستوى ده، هخرج من السيستم عمودي على المستوى لاين كده بيمر بالسنتر. اللاين ده يبقى هو الاكسس اللي احنا بنلف حواليه، يعني انا بلف حوالين بوينت ليه اسقاط الايه اسقاط الاكسس. طبعا الاكسس يبقى دوتد لانه من الناحية التانية، وبعدين هيكمل ايه من تحت، وبعدين بقى ايه اللي بيلف، الشخص اللي بيلف او الجسم اللي بيلف بيبقى ايه كأنه على المحيط بتاع الدايرة، وعمال يقفز كده او يكرر نفسه او يخرج نسخ متشابهة بين النسخة والنسخة regular interval. وده طبيعة السايكليك، ده طبيعة ايه السايكليك. يعني دايما لما نسمع كلمة سايكليك يتبادر إلى ذهننا إيه القصة ديت، إن في دايرة وإن في محور وفي سنتر وفي محيط للدايرة وفي حد بيتحرك على الدايرة وبيتحرك بريجولار إيه انترفال، بخطوة أو بزاوية منتظمة، يكون بقى الأجزاء اللي هي بنقول عليها ريبيتيتيف إذا كان لينير، أو بنقول عليها سايك كليك اذا كانت راديال اللي هو السايكليك ايه سيمتري. طبعا احنا نحاول بقى يعني نعرض امثله للنوعين بقى، اللي هو احنا عندنا خلاص احنا دورنا مع اللي هو الريبليكيشن، يعني اللي هو البروسيس الثاني من التو بروسيسز اللي هو الريبليكيشن. يعني النوع دوت اللي هو الريبليكيشن، وقلنا بننفذه بأمر ريبليكيت، ليه نوعين، نوع اللي هو اللينير وده يعني بسيط شوية، ونوع اللي هو الراديال وده اللي هو فيه الشغل وفيه أمثلة أكتر شوية. النوع ده اللي هو السايكليك، اللي هو السايكليك وده اللي هنركز عليه شوية في الأمثلة. والنوع التاني دوت اللي هو الريبيتيتيف، يعني أمثلته بسيطة أو فكرته إيه فكرته بسيطة إيه شوية. ناخد مثال، المسألة اللي قدامنا ده عبارة عن مثال على النوع اللي هو إيه الراديال، اللي هو إيه اللي هو الريبليكيشن، اللي هو الراديال اللي هو في الآخر يعني هيديني ايه السايكليك ايه سيمتري اللي هو النوع الرابع. انا عندي في المسألة في عبارة عن جسم، والجسم دوت بيتكون من 16 قطعة كده حسب الرسم، يعني
بيتكون من 16 قطعة. يعني ممكن ناخد قطعة من القطع كمثال يعني، ف يعني نهشرها مثلا، نهشر القطعة، فهلاقي القطعة سي القطعة اللي هي الأفقية دي أو تقريبا أفقية، دي بانيل، دي only one panel، only كده اللي أنا هشرته only one panel. طيب هما كام بانيل؟ أعتقد النمبر هيساوي ايه؟ 16، هيساوي 16، العدد اللي هو n بيساوي 16. طبعا هنا برضو انا عندي الدايرة، الدايرة موجودة يعني، حتى يعني ممكن يعني اوصل للسنتر، ده السنتر بتاع الدايرة، وطبعا الدايرة ليها ايه؟ ليها نص ايه؟ ليها نص قطر، الدايرة ليها radius اللي هو ايه؟ الار، ولها سنتر سي اللي هو ايه؟ الاو. والقطعة اللي احنا اخدناها هنسميها ايه؟ هنسميها ايه؟ القطعة دي هنسميها ايه؟ بي سي دي، اي بي سي دي. ايه طبعا هنا كمان في ايه اهيات الكورنر ده، القطعة ديت يعني طبعا ممكن برضو نطلع الزاوية اللي هي بين القطع وبعضيها. يعني لو انا خدت السنتر بتاع اللي جاي من المركز بتاع الدايرة لغاية الكورنر دوت، ونفس القصة لغاية الكورنر التاني، فهلاقي هنا في زاوية اللي هي ايه؟ ثيتا، والثيتا ديت هتساوي 360 درجة على الستاشر قطعة، فهتطلع اعتقد الزاوية 22 وايه؟ ونص درجة. طبعا ده قيمة الانترفال، والزاوية دي ثابتة ثابتة يعني، يعني لو قعدت بقى تمشي مع الباقي كده مع السنتر بتاع كل واحدة، هتلاقي الزاوية بتكرر نفسها، كأن هي دي الريجولار ايه؟ الريجولار انترفال، ده الفترة اللي هي بين الواحدة والتانية، بس هنا الفترة بتبقى عبارة عن ايه؟ زاوية. لو انت بصيت على الرسم يعني، وتخيلت مثلا هنسمي القطعة اللي احنا رسمناها ايه مثلا، وبعدها القطعة رقم بي، وبعدها سي، وبعدها ايه؟ دي، وهكذا وانت ماشي يعني. يعني ايه؟ ادي ارقام او ادي مسميات. لو انت لفيت السيستم بزاوية 22 ونص، هتلاقي الشريحة ايه؟ او ال element او البارت اللي اسمه ايه اللي احنا هشرناه، هيقوم جاي بالظبط منطبق على ايه؟ على بي، ولو مشيته كمان تلاقيه ينطبق على سي، وبعدين يروح لدي، وهكذا، ويلف لغاية ما يخلص 360 درجة ويرجع تاني لمكانه. فتحس هنا في تماثل الاجزاء شبه بعضيها، في تطابق. لو قطعتهم ال 16 وحطيتهم فوق بعضيهم، هتلاقي الريش ال 16 يعني منطبقين فوق بعض كانهم وان يونت يعني. ايضا ممكن تبص للموضوع بطريقه تانية، انك كل ما تلف 22 ونص درجه، الشكل بينطبق على نفسه، الشكل بينطبق على ايه؟ على نفسه يعني. كل ما تلف 22 ونص تلاقي نفس الشكل قدامك ما اتغيرش. يعني انت لو واحد مثلا يعني ايه طلب منك ان انت ما تبصش للمسألة، وبعدين لفها، وبعدين قال لك اتفضل ايه رأيك، هتقول له ما حصلش حاجة، لان كل 22 ونص، كل لفة ب 22 ونص تلاقي الشكل منطبق على نفسه، هو نفسه ما اتغيرش. ففي الحالة ديت يبقى ممكن انا لما اجي احل المسألة دي بالبرامج مثلا، اخد وان بانيل، اخد وان ايه؟ بانيل، واخرجها بره كده، وافترض ان ده المحور بتاع البانيل اللي انا خرجتها بره، وده كان السنتر او بتاع الايه؟ الدايره. وبعدين ارسم البانيل، فهلاقي هنا ده جزء كده قوس جزء من الدايره، وبعدين هنا البانيل ملتقيه على نقطه، وبعدين ده مايل، وبعدين ده مايل، وهنا الايه؟ الكورنر ايه؟ وبعدين هنا الكورنر بي،
وبعدين هنا الكورنر سي، وهنا الدي، وهنا الاي. دي البانيل انا اخدتها بره، وبعدين ههشرها كده بنفس اللون، وهسميها برضو بنفس الاسم. الاسم بتاعها كان البانيل ايه ايه، ايا كان بقى ما عادش يفرق الاسم، ان كلهم شبه بعضهم. انا اخدت البانيل دي بره، وبعدين عاوز احلها، فانا بس كان ينقصني هنا حاجة. الحاجة دي عبارة عن ايه؟ ان انا في ناحيتين انا قاطع عندهم، يعني انا قاطع على الضلع اي سي، لان الضلع اي سي بيفصل بين تو بانلز، وقاطع برضو عامل كات عند الايه الضلع بي دي. بي دي بيفصل بين القطعة ايه والقطعة بي. انما بقيه الاضلاع اللي هو بقى الدي اي او السي اي او اللي هو القوس، انا ما هنا ما دول زي ما هم، ما حصلش حاجه وكده. فانا بس محتاج بقى ان انا ادخل للبرنامج الباوندري اي كونديشنز عند الضلع اي سي، والباوندري كونديشنز عند الضلع اي بي دي. ده مهم جدا، ده اخطر ما في الموضوع. لازم تحط باوندري كونديشنز، والا ما ينفعش تسيبها كده فري تبقى اون ستيبل وكده. فانا بحط الباوندري كونديشنز في الاماكن اللي انا قطعت فيها، وبحط اللودز، ولو في سبورتس احطها، وبعدين احل يونت واحد من 16، والنتائج اللي تطلع تبقى مطابقة للباقي، لان طبعا كلهم شكل ايه، كلهم شكل بعض. ويبقى انا هنا عملت الاجراء بقى اللي انا عملته، عملت بالظبط كده، يعني اقدر اقول عملت راديال راديال ريبليكيت ريبليكيت، عملت راديال ريبليكيت ب يوزنج ايه ريجولار، باستخدام ريجولار انترفالز. عندي كانت في يعني بانتظام، يعني عن طريق ان انا حطيت السيتا بتساوي كام، 22.5 ايه 22.5 درجة. وده طبعا في الاخر خالص اداني مسألة فيها ايه طبيعة، اللي هي ايه الطبيعة اللي طلعت من المسألة دي، ان هي ايه سايكليك ايه سايكليك سيمتري سيمتري. وطبعا يعني لما بتروح بقى للبرامج بتاع الكمبيوتر، بتلاقي في برامج كتيرة متظبطة على ان هي تشتغل، يعني في بروجرامز يعني موجودة في السوق وكده. البروجرامز دي زي مثلا برنامج اسمه الانسز، وفي برنامج اسمه مثلا الاباكاس. دي بعض الامثله، يعني في انواع اخرى من البرامج. البرامج دي بتبقى متظبطه، يعني جواها اوبشنز كده، اقدر عن طريق الاوبشنز دي اعمل اللي هو السايكليك سيمتري، وكمان بيبقى جواها اوبشن تقدر تستخدمه انك تو انزرت الايه يعني البرنامج، يعني بس انت بتقول له اعمل انزرشن للباوندري كونديشنز الملائمه لمين، للسايكليك سيمتري. فهو يعني متبرمج ومتظبط على ايه هذا ايه الاساس وكده. يعني خلينا بقى ناخد ايه يعني مثال بسيط كده يفهمنا القصه بتاعت السايكليك ايه سيمتري. والمثال ده اللي هنبتدي بيه هو عبارة عن مربع، يعني هناخد شكل كده مربع، اريا اريا على شكل ايه، او مربع عادي مش لازم اريا، يعني مربع عبارة عن اربع اضلاع واربع اركان وكده يعني. وطبعا انا اقدر بقى ارسم المحاور كده، المحور الرأسي والمحور الافقي، وطبعا المحاور بتتقابل في نقطة هنا اللي هي الاو مثلا، اللي هي السنتر. هسمي المربع مثلا اركانه ايه بي سي دي. طبعا بما انه مربع اضلاعه متساويه، فانا ممكن ارسم دايره بتمر بالاضلاع بالاركان سوري. فالدايره هرسمها دوتد، لان طبعا الاساس عندنا هو المربع مش الدايره. الدايره بس مجرد شيء توضيحي، انه بتقول انه ممكن
رؤوس المربع تمر بيها ايه سيركل، السيركل دي لها سنتر اللي هو الاو، وعندي نص القطر طبعا اللي هو يعني على سبيل المثال هيبقى عندي نص قطر اللي هو ايه اللي هو الاو سي، نص قطر اللي هو الاو سي. ده طبعا عبارة عن بلان، يعني مسقط افقي، بلان فيو مسقط افقي، وانا عاوز بقى اشوف قصة الايه السايكليك ايه سيمتري وكده يعني. فانا ههشر الربع الاولاني من المربع وليكن مثلا باللون الايه الاصفر، ده الربع الاول. وهعمل كمان ميزه او حاجه في المربع الاولاني ده، ان انا هكتب فيه حرف ايه الاف كده بشكله ايه الصحيح. انا بعد كده هعمل ايه بقى، هبدا الف المربع. هنا بقى عندي دايره، فعندي فرصه ان انا اتحرك على يعني اعمل لفه او لفات يعني. وعندي طبعا الاركان اهيت بتاعه المربع جايه على الحدود بتاع المحيط بتاع الدايره، فكان ايه وبي وسي ودي فوق المحيط على محيط الدايره، فممكن يتمشوا كده على المحيط وهم بيتمشوا بيلفهم حوالين او. طبعا في محور، احنا الكل بيلف حوالين المحور ده، عمودي على المسألة بيمر بالاو واللي هو مركز الدايرة، وعمودي على ايه المسألة. فانا هفترض ان انا في الاول خالص هقول كده، طبعا ده عبارة عن ايه السكوير، ده مربع لان بعد كده هناخد اشكال تانية. وهفترض ان انا عندي انجل، الانجل اوف روتيشن، هفترض ان انا هلف بزاوية، انا دلوقتي بفترض كده لكن انت بعد شوية هتكتشف ان الفرض ده ايه مظبوط. يعني هنفترض ان عندنا انجل اوف روتيشن قيمتها ايه 90 درجة، قيمتها 90 درجة. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما الف المجموعة 90 درجة حوالين السنتر بتاع الدايرة اللي هو الاو؟ طبعا بعد التسعين درجة هتلاقي حاجة حصلت، ان المربع الاصفر بقى هو الاخضر، بقى هو ايه الاخضر. وهتلاقي كمان ان حرف الاف اللي كان واقف رأسي برضو لف التسعين درجة فاصبح بالشكل ده. ده لو انت بصيت لها على بالنسبه للمربع الاصفر. ممكن واحد تاني يقول لا انا ماليش دعوه بالمربعات، انا هبص على المربع الكبير اللي هو ايه الاي بي سي دي. كل ما تلف 90 درجه بتلاقي المربع اي بي سي دي هو مازال مربع انطبق على نفسه، لكن اللي بيحصل ان النقط بس او المسميات اي وبي وسي ودي بتغير اماكنها ليس اكثر. يعني مع اول لفه ايه هتبقى مكان البي، وبي مكان السي، والسي مكان الدي، والدي مكان الاي، وكده. ده اول لفه، تاني لفه هيغيروا الاماكن، والتالت لفه ورابع لف وهكذا. لكن اللي ممكن موضح لنا الصوره اكتر ان انا ببص للربع. لكن هو فكره السايكليك سيمتري ايه؟ ان كل ما تلف بزاويه، والزاويه دي اللي هي الريجولار انترفال، اللي هي الانترفال اللي انت هتمشي بيه، او الخطوه اللي انت هتمشي بيها، او الزاويه اللي انت هتمشي بيها، كل ما تلف بالزاويه اللي هي 90 تلاقي المربع منطبق على المربع الاصلي، المربع الجديد منطبق على الاصلي، او الربع عمال ينقل ايه ينقل مكانه. فالزاويه بعد ما بقت 90 وصلنا للاخضر. طيب الزاويه بعد كده خليها ازود كمان 90، فلما هزود كمان 90 يبقى عندي دلوقتي انا خدت 180 ايه درجه. فلما اخدت 180 درجة هلاقي المربع الازرق اللي عليه الدور، والاقي حرف الاف يعني اصبح بالشكل ده واتقلب كده. وبعدين ارجع اخد كمان 90 درجة تانيين، اخد 90 درجة تانيين، فيقوم يتكون لي المربع ايه البنفسجي. وفي الحالة ديت هلاقي ان الايه الحرف الاف رجع اتقلب تاني، حرف الاف اتقلب تاني واخد الايه الشكل دوت. بعد كده بقي لي لفه كمان اللي هي اخر 360، فاقوم اوصل للاصل اللي هو لونه ايه لونه اصفر. فكأن المربع الصغير اللي لونه اصفر عمال بيلف في سايكلز كده، عمال بيعمل سايكلز
حوالين السنتر اللي هو او كأن يعني عامل زي تحس كده زي المروحة كده يعني، ولها 4 ريش والريش بتلف وكل ريشة مكتوب عليها حرف اف، فكل ما الريشة بتغير مكانها حرف الاف بيلف مع الريشة فيغير اتجاهه وهكذا. ايه فهنا تحس ان احنا عندنا الانجل اوف روتيشن بيساوي كام؟ 90. وعندنا معلومة تانية اللي هي الاوردر اوف روتيشن، يعني انا لفيت كام ايه كام لفة عشان ارجع تاني للاصل. طبعا ده خلال ال 360 درجة، في الاوردر اوف روتيشن هنا هيساوي ان، هيساوي كام؟ هيساوي ايه؟ 4. هيساوي 4. وطبعا في ناس قالوا ان احنا ممكن يعني بالذات في الاشكال المنتظمة زي المربع ان الانجل اوف روتيشن ممكن نجيبها بطريقة تانية، ان احنا بنقسم الزاوية الكلية اللي هي 360 درجة على عدد الاضلاع. هنا الان اللي هو عدد اضلاع المربع بيساوي كام؟ 4، اللي هو هيدينا عدد الايه اللفات وكده، فيطلع كام؟ 90 درجة. يعني ده كنوع بس من يعني تبسيط الامر وكده. طبعا في النهاية بقى خالص، بما ان ده طلع بقى من النوع اللي هو السايكليك ايه السايكليك سيمتري، فانا ممكن بقى اخد ربع واحد واخرجه بره، والربع ده ابدا ايه احله وخلاص الباقي يبقى زيه بالظبط. فممكن اخد الربع الاولاني بس، طبعا الضلع اللي على الشمال ده انا قاطع فيه، والضلع اللي على اليمين برضو انا اللي تحت سوري انا قاطع فيه، لكن الضلع اللي هو الضلعين اللي بيتقابلوا عند بي انا ماليش علاقة بيهم. وطبعا هنهشره برضو باللون الاصفر ونحط فيه الحرف اللي هو الاف عشان يبقى كأنه اخدناه بالظبط. لكن طبعا انا محتاج بقى عند الضلع اللي قطعت عنده ده احط هنا باوندري كونديشنز، وعند الضلع اللي تحت ايضا احط باوندري ايه كونديشنز ايضا. يبقى كده ايه انا اقدر اخد ربع واحله، وبعد كده الحل بقى بيتكرر للباقي. طبعا المسألة دي كان ممكن نقطعها برضو 4 ارباع لو تفتكروا عن طريق السيمتري اللي هو الريفلكتيف ايه الريفلكتيف سيمتري اللي هو ايه الميرور. فكان ممكن نعتبر ان انا عندنا محور اكس المحور الافقي ده هو محور تماثل، والمحور الرأسي برضه هو محور تماثل، و يعني بس طبعا القصة هنا حسب بقى ايه اللودز وكده والكونديشنز بتاعت المسألة، يعني هل هي تنفع تمشي بنوعين من السيمتري وكده، ده على حسب ظروف المسألة. انا مش عاوز برضه اسبق الاحداث واقول حاجة ممكن ما تبقاش ايه مظبوطة وكده. خلينا ناخد مسألة تانية بقى على شكل تاني. يعني لو انا عندي المسألة عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، مثلا ده عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع، ده بنسميه equilateral triangle. ده مثلث متساوي الأضلاع، الأضلاع الثلاثة قد بعض والزوايا الثلاثة برضو قد بعض. وطبعا أنا أقدر أجيب السنتر بتاع الشكل دوت، و في الحالة دي أقدر برضو أرسم دايرة تمر بالأركان بتاعة المثلث. فالدايرة لو رسمت دايرة برضو كده هتمر بالأركان، وفي الحالة ديت بلاقي حاجة ان انا عندي لو قسمت المثلث الكبير لثلاث مثلثات سي ديت ايه وديت بي وديت سي وهنا في النص او، فيبقى عندي 3 مثلثات. الثلاثة شبه بعض بالظبط، لو انا اخدت مثلث واحد منهم كده المثلث اللي انا هشرته باللون الاحمر اللي هو المثلث ايه او سي او سي ايه او سي، هنشره ايضا باللون الاحمر، والمثلث ده واضح ان هو لو لف 120 درجة هينطبق على المثلث اللي تحت اللي هو الاو سي بي، ولو رجع لف كمان 120 درجة هينطبق على المثلث او اي بي، وكمان 120 درجة يقوم يرجع لاصله، او كل ما تلف في المجموعة 120
تلاقي المثلث الكبير منطبق على المثلث نفسه الاصلي اللي هو الكبير، كلما تلفف 120 درجه تلاقي الشكل منطبق على نفسه. ففي الحاله ديت ممكن نقول بقى هنا ان الانجل اوف روتيشن، هنا الانجل اوف روتيشن هتساوي كام؟ 120 ايه درجه، اللي هي بتساوي ال 360 على عدد الاضلاع اللي هم كام؟ 3. يبقى هنا الان ب 3 اللي هي الاوردر ايه اوف روتيشن، اللي هي الاوردر اوف روتيشن. عندي 3 مرات الف 3 مرات، المره ب 120 فيديني ايه السايكليك سيمتري. وهنا نفس القصه، عشان احل المساله ديت يبقى محتاج باوندري كونديشنز على الضلع او ايه، وباوندري كونديشنز على الضلع او سي. انما الضلع اللي هو اي سي ده كان بطبيعته من الاصل بره المساله، فمفيش عنده ايه مشاكل وكده. نفس القصه ممكن اعملها مع ايه، مع لو عندي شكل سداسي مثلا، لو عندي شكل سداسي فالشكل السداسي برضو ممكن ترسم دايره تمر بالرؤوس بتاعه، و الدايرة برضو نفس القصة. لو قسمناها هنقسمه ل6 أجزاء، 6 مثلثات، والمثلثات الستة زي بعضيهم. لو أخذنا مثلث منهم، أي مثلث هنلاقيه طبعا الزاوية اللي هتلف بيها هنا، خلاص أنا خلاص فهمت الموضوع، هتبقى 60 درجة. وعندي سيركل طبعا، فالموضوع بقى هيتقلب ل لسايكليك ايه سيمتري، يعني كل حاجة متحققة. وعندي السنتر اهوت، السنتر وبيمر بيه محور، وهتلاقي هنا ان الثيتا هتساوي ال 360 درجة مقسومة على الستة اللي هو ال n اللي هو عدد الأضلاع، أو في نفس الوقت هو بيساوي ال order of rotation. وبتلاقي الزاوية 60، وواضح إن كل مثلث بيلف 60 درجة ينطبق على مثلث تاني، أو الشكل السداسي كل ما يلف 60 درجة بينطبق على نفسه. فالمسألة تبقى cyclic إيه روتيشن وكده. طيب آخر حاجة في الأشكال بقى، يعني عندنا شكلين، مثلا لو عندي مثلا مستطيل، لو عندي مستطيل، والمستطيل طبعا هنا غير المربع، المستطيل سي مثلا هنعتبر إيه الأفقي ال والرأسي 2 ال كمثال يعني، وهنسميه إيه وبي وسي ودي. طبعا أنا أيضا ممكن يعني أعتقد يعني ممكن نبقى طبعا عندنا في سنتر برضو، ممكن يبقى فيه دايرة بتمر بالأركان وكده. لكن احنا هنا لو أخدنا طبعا دي السنتر ده الأو مثلا، ولو هشرنا مثلا الربع الأول هتلاقي هنا بس في مشكلة إنك لو لفيت 90 درجة. تعال نرسم بقى المستطيل في الوضع الرأسي، خليه خفيف، وبعدين ده المستطيل الأصلي قبل الدوران، وبعدين دي المحاور، وبعد كده لما هيلف هنلاقي لو لف 90 درجة هنلاقي المستطيل ما انطبقش على نفسه مع اللفة اللي هي الايه 90 درجة. وهتلاقي الجزء الأخضر أصبح هنا كده، ده الجزء الأخضر، ده الربع الأخضر، تلاقي جزء منه خارج بره، وفي جزء تاني هو مش فاضي، مش لاقي حاجة تنطبق عليه. فهنا قصة بقى الثيتا بتساوي 90 درجة، ده مش مظبوط. فواضح ان انا كان مفروض الف كمان 90 درجة. ففي الحالة ديت يبقى الصح ان احنا كنا ناخد الثيتا تساوي كام؟ تساوي 180 درجة. يعني هنا الانجل اوف روتيشن، الانجل اوف روتيشن هنا المفروض ان هي ما تبقاش 90. دي طبيعة المستطيل، وهنا الاوردر اوف روتيشن طبعا مش ماشي بقى مع
مع عدد الأضلاع، لأن هو طبعا ما هوش شكل ريجولر، يعني طوله غير عرضه، فلأن هنا هتسوي كام؟ هتسوي 2 وليس كام؟ وليس إيه؟ 4. طبعا واضح إن كل مسألة لها ظروفها وكده يعني. وهنا طبعا يعني يبقى هو سايكليك، بس إيه السايكل بتاعته؟ تبقى كل 180 درجة، بعد كده أشوف أنا هعمل إيه في المسألة، هاخد منها قد إيه كجزء وأحله بره وأحط الباوندري كونديشنز وكده. طبعا في مسألة برضو يعني أخيرة بالمرة، ممكن في المكان الفاضي ده، لو عندي مثلا شبه منحرف، لو عندي ايه شبه منحرف. طبعا شبه المنحرف حتى وان كان ليه محور رأسي مثلا، والمحور الافقي طبعا مش في السنتر وكده، لكن مش في نص الارتفاع، لكن طبعا هنا في مشكلة، يعني الشكل دوت عشان يعني يلف لفة وينطبق على نفسه لازم يبقى السيتا بتاعته بكام؟ ب 360 درجة. يعني هو ما ينفعش ينطبق على نفسه الا اذا لف 360 درجه. فبالتالي قالوا بقى في الحاله ديت، لو انا عندي المساله كده من النوع اللي هو لازم عشان الجسم ينطبق على نفسه يلف 360 درجه، فما ينفعش في الحاله دي ان انا اقول عليها ايه سايكليك ايه سيمتري، ما تطلقش عليها سايكليك ايه سيمتري، لا الكلام ده ايه كلام خلاص ما عادش ينفع ينطبق. لكن عشان ينفع يبقى لازم يكون هنا ايه يعني يبقى ال 360 تتقسم يعني، انما 360 كلها تروح علشان الف لفة كاملة، فما ينفعش، ده حل مش ايه مش مناسب وكده يعني. عندنا بقى أمثلة، يعني ممكن ناخد أمثلة من الواقع بقى، يعني ايه مسائل يعني. المسألة الأولانية عبارة عن دوم اللي هو قبة يعني، والدوم دوت هيبقى عبارة عن سبيس ستراكشر، سبيس تراس، سبيس تراس، يعني تراس مش بقى دوم صناعة من خرسانة وجسمها مصمت وكده، لا ده هي هتبقى عبارة عن تراس، بس تراس في السبيس وايه، ومتكون بقى من ممبرز بقى ايه، في ممبرز مثلا هتلاقيها ماشية مع الـ زي حلقات كده ماشية مع الدايرة بتاعت الايه التراس وكده، دي عبارة عن مجموعة من الايه الحلقات مثلا. وفي ممبرز تانية هتبقى ماشية مع الاتجاه بتاع القوس نفسه بتاع الايه الدوم وكده، فهتلاقي مثلا حاجة بالشكل دوت كده. وفي بقى ايه ممبرز بقى اجزاء تالتة بقى بتربط اللي هو الهوريزونتال ده اللي هو الازرق مع الاحمر، فبتلاقي مثلا في دياجونالز كده اللي لونها ايه اخضر، دي ممبرز في التراس يعني، في دياجونالز وفي ممبرز لونها احمر وفي ممبرز لونها ايه اخضر وكده. ده التراس، الجزء اللي انا رسمته ده بيتكرر يعني، يعني اللي انا رسمته ده عبارة عن زي ما بقول ايه وان بانيل، يعني يعني الجزء اللي انا هشرته باللون الاصفر ده عبارة عن قطعة كده بتتكرر. فالجزء دوت اللي هو التراس ده هو عبارة اونلي ايه وان وان بانيل، اونلي وان وان بانيل، وهي القطعة دي بقى اللي انا هخرجها بره واحلها بالايه بالبرامج وكده. وطبعا انا عندي فوق الاكسس اللي انا بلف حواليه اللي هو بيمر بنقطة سي، طبعا في تحت في دايرة اللي هي قطرها اي بي ونص قطرها الار، فوق طبعا الدايرة تلاشت عند سي وبقى قطرها بزيرو، بالتالي المحور فوق بيمر بسنتر الدايرة اللي فوق وسنتر الدايرة اللي تحت اللي هو الاكسس ده اللي احنا بنلف حواليه، وبالتالي البانل اللي متهشرة اصفر دي بتلف بيحصل لها ريبيت بانترفال بزاوية معينة. طبعا الزاوية دي انا اقدر اجيبها بقى في البلان تحت في الدايرة الكبيرة اللي تحت، يعني انا لو اخدت الدايرة اللي تحت ورسمتها بره لوحدها كده دي الدايرة اللي تحت، وطبعا كان في ضلع اللي هو اي بي بيمر
يعني اللي فيه القطر والسنتر بتاعها هو ده تحت، وبعدين هاخد انا البانل بقى اللي انا واخدها فوق بس هعمل لها اسقاط فهتطلع بالشكل ده. يعني لو انا اعمل لها اسقاط فهلاقيها برضو عليها ايه نفس القصة، في دواير كده وفيها ممبرز الدياجونال، بس ده اسقاط يعني اسقاط في المستوى ايه الافقي وكده. ويعني هتلاقي النقطتين دول اللي هم قلنا اي بي سي اللي هي دي والاي الدي والاي، وهتلاقي دول ليهم ايه ليهم زاوية اللي هي ايه اللي هي سيتا، على حسب بقى انت هتجزأ ال 360 درجة، هتقسم ال 360 درجة على ان بتساوي كام فتقدر تطلع ايه الزاوية. والجزء دوت هتخرجه بره، وطبعا الاكسس اللي هو كنا بنلف حواليه هيبقى يعني اسقاطه تحت في البلان نقطة وكده، فالجزء ده اللي احنا رسمناه ده اسقاط للمسألة. فعندي دايرة والدايرة ليها نص قطر ار وليها سنتر، والسنتر في محور بيمر بيه، وانت اخدت بانل وان بانل وبتكررها بقى بريجولار ده اللي هي السيتا اللي هي ايه اللي هي في النهاية الريجولار ايه انترفال. واضح قد ايه احنا بنحل جزء بسيط من المسألة وبنختصر القصة في حاجة بسيطة كده في بانل واحد في كام ممبر وبنحله. بس طبعا زي ما قلت كل اللي يهمني في الموضوع ده ان في باوندري كونديشنز ما بين البانل ده واللي قبليه وما بين البانل واللي بعديه، وبتحط اللودز وكل ظروف المسألة بتحققها بحيث ان انت في النهاية يعني بتوفر وجهد ووقت وكمان حيز على الكمبيوتر، لان عدد العناصر وعدد النودز قل جدا، وفي احيان يقولوا حتى لو مش هنوفر فالجزء الصغير اللي هناخده ده فممكن بقى نحسنه ونصغر المش بتاعته فيبقى يعني منقح ريفايند، وبالتالي الدقة بتتحسن ونحصل على نتائج افضل. طبعا في مثال تاني، المثال التاني دوت عبارة عن برضه هو سبيس تراس، يعني سبيس تراس يعني بس حاجة قريبة من الحاجات اللي بنشوفها وكده. فده اكزامبل برضو اخر، والاكزامبل ده عبارة عن برضو سبيس تراس بس مختلف عن اللي فوق في الدوم اللي فوق. وهتلاقي عندك هنا في المسألة ديت في ممبرز فوق ليها وصلة بين 7 و8 وتسعة النودز وعشرة وحداشر واتناشر على شكل سداسي، وبالتالي ممكن ترسم دايرة فوق تمر بالنودز اللي هي 8 و9 و10 وحداشر واتناشر وسبعة وكده. أيضا لو نزلت تحت هتلاقي في مجموعة من الهنجز موجودة عند 6 و5 و4 و3 و2 و1، وأيضا المجموعة اللي تحت ستة سبورتس، فممكن نوصل بينهم برضو بدايرة. بقى عندي دايرتين، دايرة فوق ودايرة تحت. السنتر بتاع الدايرة اللي فوق هتلاقيه يعني متسامت مع السنتر بتاع الدايرة اللي تحت، يعني ممكن يمر بيهم محور اللي هو هيبقى المحور اللي بندور حواليه. هنا هتلاقي المسألة عندك 360 درجة، عندك 6 أجزاء، ال n بتساوي 6 فهيطلع الزاوية ب 60 درجة، فالسيتا اللي هي بتساوي الريجولار انترفال هتبقى ب 60 درجة، وبالتالي انا اقدر اخرج بره يعني يونت واحد من المسألة، اخد يونت وليكن مثلا هاخد النود 12 مع النود 11 مثلا 12 و11 مع السبورت اللي هو السبورت اللي هو عند النود 6، واوصل الاضلاع الدياجونال واحط بقى ايه اللودز. طبعا اللودز مش باينه في المساله، واخلي بالي ان عند 11
وعند 12 انا قاطع من اللي حواليا، فمحتاج الباوندري كونديشنز، لان ما ينفعش اسيب المساله كده هتبقى انستيبل، لازم احط الكونديشنز اللي هي يعني على اساس ان ده بقى ايه سايكليك، ايه سايكليك سيمتري، احط الكونديشنز المناسبه واحل وان بانل اللي هي من 6، والحل طبعا اللي بيطلع بيبقى نفسه للخمسه الباقيين، ان طبعا في ايه تطابق وكده. يعني هناخد 3 مسائل على السريع كده. المسألة الأولانية عبارة عن جريد واقع في المستوى اكس زد، وطبعا الأحمال واقعة في الدايركشن واي، فده عبارة عن جريد، والجريد احنا عارفين مسألة بتبقى مش بلين ستراكشر، لا ده هي بتبقى سبيس ستراكشر. طب ليه سبيس؟ على اساس طبعا الخواص او الصفات بتاعت البلين ستراكشر مش متحققه. طبعا المساله واقعه في مستوى اللي هو اكس زد، لكن الاحمال خارج الايه المستوى وكده. طبعا واضح هنا ان السيستم ممكن يلف حوالين نقطه او، يعني ممكن يطلع من نقطه او كده، نرسم دايره، ممكن نرسم دايره تمر بالايه بالاربع نقط، يعني ممكن نرسم دايره تمر بالاي والبي والسي والاي والدي وكده، ويطلع من الدايره دي اكسس اللي هو محور راسي، المجموعه كلها تلف ايه حواليه، فهتلاقي كان او سي نص قطر الدايره، واو بي نص قطر تاني، واو اي واو دي، وواحد منهم لما بيلف 90 درجه، يعني هنا الثيتا هتساوي ايه 90 درجة، بينطبق على التاني، والتاني ينطبق على التالت، والتالت ينطبق على الرابع. ففي الحالة دي انا ممكن اخد بقى جزء بس زي او سي مثلا، بس طبعا اخلي بالي من ان انا محتاج برضه احط الباوندري كونديشنز عند المكان اللي انا بقطع ايه عنده كده. المسألة التانية عبارة عن بلان بقى فيو، يعني المسألة التانية ديت عبارة عن ايه بلان، ده عبارة عن برضو زي جريد برضو، يعني مجموعة من الكاميرات وقع في مستوى، لكن هنا ممكن الحمل بقى ما يكونش عمودي على المستوى، ممكن الحمل يكون في نفس المستوى، ممكن الحمل مثلا يبقى ايه حمل موزع مثلا على الأضلاع كده يعني، بس ده بلان يعني مش إليفيجن يعني. وطبعا هنا ممكن تلاقي هنا نقطة O سنتر المجموعة، المجموعة عبارة عن شكل ثماني، ممكن يمر بي دايرة أيضا، ويعني لو قلنا A P C D E F G H، فواضح إن أنت هنا الثيتا هتكون هنقسم على 8، الثيتا هتبقى إيه بتساوي 360 درجة على الثمانية، وبالتالي انت لما تلف بالزاوية سيتا فهيتلاقي ان عندك في جزء واحد من الثمانية ممكن تاخده بره زي الاي دي مثلا، بس انت هتقطع بقى عند اي وعند دي، فتحط الايه الباوندري كونديشنز المناسبة عند المكان بتاع الايه القطع. واضح ان هي برضو المسألتين دول سايكليك سيمتري. المسألة الثالثة عبارة عن ايه هرم، عبارة عن هرم، ده المسألة الثالثة عبارة عن بيراميد، ده عبارة عن هرم، والهرم دوت ليه يعني فوق مربع، عندي فيه مربع اللي هو A B C D، وفي مربع تحت اللي هو D E F G. طبعا مربع ومربع، فممكن ترسم دايرة فوق وممكن ترسم دايرة تحت، والسنتر متسامت مع السنتر، فيبقى في محور والكل بيلف. وأيضا المسألة دي عبارة عن سايكليك سيمتري، فممكن تاخد بس ايه ربع تاخد لوح واحد كده وان بانل، والبانل دوت طبعا عندك المسألة فيها سايكليك سيمتري، سايكليك سيمتري،
وعندك الزاوية سيتا هتساوي ايه 90 درجة، فكل 90 درجة بينطبق الشكل على نفسه فتاخد بان الواحدة، لكن برضو زي ما قلنا في باوندري كونديشنز عند التقائها من اليمين وباوندري كونديشنز عند التقائها من الشمال مع الالواح الاخرى او الايه الاجناب الاخرى. وطبعا هنا الان بيساوي كام؟ 4، اللي هو عدد اللي هو الاوردر اوف ايه اوف روتيشن. يعني احنا كده خلصنا، بس برضو في بعض النوتس كده هنقولها على اساس يعني ايه نستفيد منها وكده. بالنسبة لاول ملحوظة، بنقول ان في مسائل بسيطة زي لو عندي بيم مثلا كده، البيم ديت فيكسد واسمها ايه بي، والسنتر بتاعها هنسميه سي، وكان عندنا هنا في الشمال الحمل بي لاسفل وفي اليمين الحمل بي لأعلى. فبيقولوا من المسألة دهيات ممكن نتعامل معها مع إنها مسألة سكيو أو أنتي سيمتري، ممكن نتعامل معها على إنها إيه سايكليك، على إنها سايكليك، يعني شيء غريب شوية، لكن هنشوف هما الفكرة بتاعتهم. بيقولوا لو إحنا عملنا دايرة كده، دايرة الدايرة ديت هيكون حدودها هو ال A وال B، هرسم انا خط كده كأنه القطر بتاع الدايرة، كأن الدايرة قطرها A B، وطبعا نص القطر او السنتر هيجي عند C، وبعدين هحط حمل في الشمال عند B وحمل في اليمين B برضو بس مقلوب. وطبعا اللي انا رسمه ده بقى ايه الليفيجن، مش بلان، ده كأنه رسم خط رأسي كده. وبعدين وممكن يمشي برضو ايه يعني الدايره هي اللي تبقى افقيه يعني ايا كان. ففي الحاله ديت واضح ان الجزء سي بي كانه هو الجزء ده اللي ايه اللي بيلف، يعني الجزء ده كانه لو لف كده بس. هنا هتلاقي السيتا بقى بكام؟ هتلاقي السيتا ب 180 درجه، مش ب 90. لو لفيت 180 درجه هتلاقي الجزء سي بي هينطبق على الجزء سي ايه، أو المسألة بتنطبق على نفسها، والحمل اللي كان لفوق بيروح الناحية التانية لتحت، واللي كان الناحية التانية لتحت بيروح الناحية الأولانية لفوق. ففعلا ممكن أقسم المسألة نصين. وطبعا الواضح بقى من السايكليك سيمتري إن هيحصل آت سي، هيحصل آت سي حاجتين، هيحصل آت سي حاجتين. أول حاجة لازم يحصل الروتيشن عند سي، لأن سي هي السنتر بتاع الدايرة وبيمر بيها محور الدوران. فنقطة سي هي نقطة بيحصل عندها دوران. الحاجة التانية إن نقطة سي طالما هي المحور وبيمر بيها الدوران فمش هيبقى عندها إيه انتقال، مش هتتنقل من مكانها، يبقى نو ترانسليشن. يبقى في الحالة ديت فعلا اللي يحقق إن هي تلف تسمح بالدوران وما تتنقلش من مكانها، لأن نقطة سي ديت تبقى إيه تبقى هنج، وده فعلا اللي كنا بنعمله. ويبقى الجزء دوت كأنه ده البارت اللي هو بيكون المسألة، أو يعني بيلف يعمل ريبيت لنفسه، والريبيت ده اللي هو إيه هيبقى من النوع اللي هو إيه السايكليك ريبيت وكده، السايكليك إيه سيمتري. وبالتالي يعني استفدنا، وكأن المسألة ممكن يبقى ليها أكتر من حل على حسب إيه طبيعة المسألة وكده. مثال تاني، هتخيل عندي بليت أفقي مثلا، وبعدين في فتحة، ده عبارة عن بليت، ده عبارة عن بلان، وفي هنا اوبننج، في اوبننج في الوسط البليت. وبعدين هتخيل ان انا يعني ده لسه هيتعمل يعني، فانا هتخيل ان كان عندي هنا خط كده افقي، الخط ده اسمه AAP، وبعدين الخط ده انا همشيه كده 360 ايه همشيه 360 درجة. فلما يمشي 360 درجة هنا بقى هيعمل ايه ما يعرف بالسويب او الاكسترود بقى، اللي هو هيمسح او هيبقى البروسيس هيبقى كونتينوس. فهو ماشي طبعا بيقش كده بيكنس، فهتلاقيه في الاخر خالص يعني ايه بيملى كل الجزء المتهشر ده، مفيش فراغات،
كله متصل، فبيطلع في الاخر سيرفيس اللي هو ايه متهشر باللون الايه الازرق. فهنا فعلا البروسيس كونتينوس، فاصبح بقول عليه ايه اكستروشن او سويبنج، يعني اللي هو يكنس وكده. فده اللي بيديني بقى المسائل اللي هي فاكرين اللي هي البلين سترين ومسائل السطوح الدورانية وكده، اللي هي كانت يعني لما بعمل اكسترود لخط بيديني ايه سطح، وهنا السطح متصل ما فيش فيه فراغات وكده يعني، وهنا في يعني حاجة هنشوفها بعد لحظات. لكن انا رجعت عدت المسألة مرة تانية، اخدت برضو نفس البلان ونفس البليت، بس زودت بقى في البليت الجديد ايه حطيت 4 اوبننجز زيادة، يعني فراغات غير الفراغ اللي كان في النص، حطيت 4 زيادة. فلو انا تخيلت ان برضو عندي خط مثلا وليكن في اي مكان، والخط ده هسميه مثلا برضو الخط اي بي، وبقول للخط ده لف كده 360 درجة واعمل اكسترود، فهيعمل هنا مشكلة لان هيقفل الفراغات الـ4 الخضر، فهنا ما ينفعش الايه الاكسترود. فالاكسترود في الحالة ديت يبقى امر فاشل، لانه مش هيديني المسألة، هيديني المسألة الاولانية. ففي الحالة دي بقى الصح ان انا اعمل ايه ريبليكيت، ان انا اعمل ريبليكيت، والريبليكيت ده هيبقى من النوع الايه الراديال، والنوع ده اكيد هيديني اللي هو الايه السايكليك ايه سيمتري وكده يعني. المسألة دي طبعا لو انت بتبص لها بقى من ناحية السايكليك سيمتري، فعندك اكتر من اختيار، يعني ممكن يبقى الاختيار بتاعك انك تاخد ربع، فممكن الربع يكون بالشكل ده كده، يبقى ده الايه الربع، وممكن الربع يكون من النص للنص، يعني واخد من نص، يعني يعكس نفسه، يعني نجرب كده، يعني ممكن يبقى الربع الثاني بالشكل ده كده، من هنا كده لغاية هنا، يبقى ده الايه الربع، يبقى ده كده 90 درجة، ده ربع، ده إمكانية. والإمكانية التانية اللي هي لونها أزرق برضو إيه 90 درجة، يعني إحنا لو رسمنا الحلين، لو رسمنا الحلين هنلاقي الحل اللي لونه أزرق هيترسم بالشكل ده. أنا عندي طبعا المحاور أهيت، وأنا هاخد الربع ربع، فباجي هنا بلاقي في جزء عدل، وبعدين نص دايرة، وبعدين جزء عدل، وزيه برضو. طبعا انا نسيت حاجة في الاول خالص، في ربع الدايرة الكبيرة، ربع الدايرة الكبيرة اللي لونها احمر، ربع الدايرة الكبيرة، وبعدين الازرق بقى همشي كده واخد ايه نص دايرة، وبعدين امشي جزء، ونفس القصة تحت همشي، وبعدين نص دايرة، بعدين جزء عدل، وبعدين هقفل. يبقى هو ده الايه ده ربع، والزاوية بتاعته سيتا بتساوي 90 درجة، وده على أساس إن هي سايكليك، وأحط هنا الباوندري كونديشنز، وهنا أيضا أحط الإيه الباوندري إيه كونديشنز. إنما الجزء ده بطبيعته من الأول اللي هو عبارة عن فري إيدج. الحل الثاني إن أنا هرسم أيضا المحاور، ده محور وده محور، وبعدين انا هاخد بقى ايه القطع جاي كده، ده القطع هنا، والقطع التاني جاي هنا، وفي بينهم برضو زاوية مقدارها كام 90 ايه درجة. بس طبعا هنا انا ايضا قاطع في الدايرة الوسطانية، فهاخد ايه ربع الدايرة، وبعدين هرسم بقى القوس الخارجي، ده القوس الخارجي، وهلاقي هنا الدايرة الخضراء كده، وبعدين هشر بقى ايه بقية الجسم باستثناء الفراغات، فيبقى ده برضو سيتا هنا بتساوي 90 درجة، والان بتساوي 4، وطبعا هنا الان برضو كانت بتساوي 4، ومحتاج هنا الباوندري كونديشنز، وهنا الباوندري كونديشنز، وايضا ده يبقى ايه سايكليك سيمتري. لو بصينا بقى للمسألة اللي هي الاولانية اللي ما كانش فيها يعني اللي هي كانت بالاكسترود وكده، اللي هي على الشمال دي، المسألة دي هتحس ايه ان انت عندك وانت بتلف ممكن السيتا تساوي تقريبا زيرو، يعني ممكن يبقى بين القطعة والتانية زاوية زيرو، والهنا لان هتساوي
تقريبا ايه ما لا نهايه. فكأن النوع اللي هو الاكسترود ممكن يبقى ريبليكيت، بس ايه الزاويه بزيرو والان بما لا نهايه، يعني عندي عدد ان من القطع يساوي ما لا نهايه، فبالتالي كأنها قطع متصله، فكأن واحد من الاثنين حاله خاصه من الثاني وكده. آخر مثال اللي أخدناه قبل كده، عندي ترعة وفيها مية، وعندي حائط يمين وحائط شمال، وحاطينا الحوائط عشان تسند أو تمنع المية وكده، تحافظ عليها. بس طبعا في ال ده الفيجن، وفي البلان بقى إيه رسمت أنا الحيطين، ويعني قلنا الحيطين بيتحركوا للخارج. فلو تفتكروا قلنا هنيجي كل مسافة كده ونحط إيه زي بيم كده تشيل تنشن عشان تحافظ ان الحطين يعني ايه ما يتحركوش ليه للخارج وكده. فده عبارة عن ايه، عن تاي، ده عبارة عن تاي، ودي عبارة عن الوول. فهنا اصبح في ريبيت، بس هنا الريبيت ده اللي هو ايه اللينير، وفي هنا دلتا اكس، يبقى ده ريبليكيت من النوع اللي هو اللينير، اللي هو هيديني النوع الخامس اللي هو الايه الريبيتيتيف، اللي هو اللي بيكرر نفسه بس في اتجاه ايه لينير. فانا في الحالة ديت هاخد بقى شريحة اللي هي عبارة عن قطعة من الحيطة وقطعة من الحيطة والتاي. وطالما انا قطعت يبقى محتاج باوندري كونديشنز مع الناحية اليمين، وباوندري كونديشنز مع ايه الناحية الايه الشمال. هنعيد لو بقت الحيطة ايه راديال. لو الحيطة اصبحت من النوع الراديال، فانا ايضا نفس الحكاية، هضيف مجموعة من التايز، بس التايز دي بتبقى في الحالة دي بقى راديال ماشية مع الراديوس بتاع الدايرة، اساس طبعا ان في هنا ار، وفي طبعا بعد مسافة في سنتر. نفس القصة هنا، ده ريبليكيت من النوع اللي هو الراديال، وعندي بقى هاخد ايه زاوية مثلا معينة على حسب بقى عدد القطع. هيبقى في هنا سيتا يعني، والسيتا لها 360 على ان يعني، واقدر اجيب الزاويه. والقطعه ديت هخرجها بره، عباره عن حيطه وحيطه وجزء وطاي وجزء من كل حيطه، وبعدين محتاج برضو الباوندري كونديشنز في الناحيتين، وخلاص يعني واضح ان الموضوع بسيط وسهل. في برضو مساله عدت علينا يمكن في البداية خالص، ان انا ممكن يبقى عندي في جسم كده، والجسم دوت في فتحة والفتحة بتتكرر، وهنا بقى ما ينفعش بقى قصة اللي هو الاكسترود، لا هنا باخد من السنتر للسنتر في تكرار. هنا ده ريبليكيت بس من النوع اللي هو الريبيتيتيف، يعني ده سايكليك، ده سايكليك، لكن ده ريبيتيتيف، و باخد هنا من السنتر للسنتر قطعة، والقطعة ديت بتكون بس فيها فتحة، يعني فيها فتحة واحدة، وبعدين بخرجها بره. فلما بخرج القطعة دي بره بيكون عندي الجزء اللي فوق عدل، والجزء اللي تحت عدل، والجزء اللي على اليمين مقطوع فيه والشمال مقطوع فيه، وعندي دايرة. وبعدين بهشر الجزء كما هو، وبعدين هنا بحط الباوندري كونديشنز على الشمال والباوندري كونديشنز على اليمين فقط. وبعدين لو بصيت للقطعة دي مرة تانية، فممكن ألاقي بقى في تماثل تاني حوالين محور أفقي، تماثل حوالين محور رأسي، وارجع افكر فيها يعني مرة تانية، هل ينفع فيها سايكليك، هل ينفع في الجزء ده بعد القطع سايكليك سيمتري، وهل هو زاويته كام، السيتا بتساوي كام والان بتساوي كام، ولا حله بقى بالريفلكتيف سيمتري، عندي محور تماثل رأسي ومحور تماثل افقي. يعني احنا كده بس الوقت عدى مننا، بس هو كانت الفكرة ان احنا لازم نخلص الموضوع بتاع السيمتري، عشان يعني اذا في فرصة نبتدي في موضوع جديد ان شاء الله في شابتر 4 اللي هو المتنوعات وكده. وربنا ييسر الحال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.